استقرار سعر صرف دولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات، ووزير التجارة الداخلية يتفقد مؤخرا أسواق بريف دمشق ويشدد على التنسيق مع المجتمع المحلي لخدمة المواطنين، وتقارير ترصد ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير بالتزامن مع احتفالات رأس السنة والأعياد، واستقرار أسعار الذهب في الداخل السوري على خلفية استمرار استقرار سعر الأونصة عالميا. كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم في بداية حديثنا في حلقة اليوم. كل عام والجميع بخير وفي سعادة وفي أحسن حال، وتكون سنة 2024 سنة خير وبركة على الجميع، ويتخطى فيها العالم الأزمات اللي بيمر بيها، والتعافى جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، وترجع بلادنا العربية كما كانت من قبل مستقرة وتنعم بالأمن والهدوء يا رب العالمين. وبالنسبة لموضوع حلقتنا اليوم، حافظت الليرة السورية على استقرارها وثباتها أمام الدولار الأمريكي والعملات في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 يناير 2024، وبالتزامن مع احتفالات الأعياد ورأس السنة، رصدت تقارير ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية في أسواق بعض المحافظات، وتفاوتت بين محل وآخر لا يبعدان عن بعضهما البعض سوى أمطار قليلة، ليصبح الحصول على الخضار والفاكهة أمر صعب على أصحاب الدخل المحدود. كذلك اللحوم البيضاء والحمراء دفع بالقدرة الشرائية للمواطنين لشد الأحزمة أكثر من قبل، الأمر الذي يضطر فيه المواطن للشراء بالحبة والحبتين فقط لتوفير احتياجات طبخة بسيطة تسد احتياجات الأسرة. وأوضحت التقارير أن سعر كيلو الفاصوليا الخضراء وصل إلى 20,000 ليرة، وسعر الفليفلة الحمراء بلغ 12,000 ليرة، وبلغ سعر البطاطا 6,500 ليرة، وبلغ سعر البندورة 8,000 ليرة، وسعر الخيار سجل 7,000 ليرة، وسجلت الكوسة 15,000 ليرة، في حين سجلت البذنجان 8,000 ليرة. كما سجلت الفواكه ارتفاع مشابه، حيث يتراوح سعر الموز ما بين 18,000 إلى 20,000 ليرة، والحمضيات بأنواعها ما بين 3,500 إلى 5,000 ليرة، وسجل التفاح أسعار تتراوح ما بين 10,000 إلى 12,000 ليرة. وإذا تحدثنا عن اللحوم، نجد أنها سجلت ارتفاع جديد بنهاية العام، حيث سجل سعر كيلو اللحم الغنم 155,000 ليرة، وسجل لحم العجل 140,000 ليرة، فيما سجل سعر كيلو الفروج المذبوح المنظف 52,000 ليرة. ومحصلة ذلك كما نؤكد دائما مزيد من المعاناة يتحملها المواطن البسيط الذي يكافح يوميا لتوفير نفقاته هو وأسرته. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل ليرة سورية في البنوك رسميا 12,600 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في المصرف المركزي رسميا 12,700 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. واستقر سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 14,400 ليرة للبيع و 14,200 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء، فإن $100 هتساوي 1,420,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، وزير التجارة الداخلية يتفقد مؤخرا أسواق بريف دمشق ويشدد على التنسيق مع المجتمع المدني المحلي لخدمة المواطنين. وفي التفاصيل، أجرى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري محسن عبد الكريم علي مؤخرا جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عدد من أسواق ريف دمشق للاطلاع على واقع انسيابية السلع وحركة البيع والشراء فيها، ووفرة المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية
خاصة تلك المتعلقة باحتياجات العائلات خلال الأعياد. وتابع الوزير خلال جولته تفقد صالات السورية للتجارة والمواد المعروضة ومخبز ضاحية قدسية، ووجه بزيادة كميات الطحين للمخبز لتلبية حاجة المواطنين وتخفيف الازدحام عن المخبز، وشدد على وضع الأسعار بشكل واضح ومقروء وعدم عرض المواد الغذائية والحلويات بشكل مكشوف يسيء لصحة المواطن والصحة العامة. كما دعا خلال الجولة بتأهيل مجمع قدسية التابع للمؤسسة السورية للتجارة بشكل ذاتي أو بالتشاركية مع الفعاليات وفق الأنظمة والقوانين. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الاثنين، فقد سجلت استقرار ملحوظ على خلفية استقرار سعر الأونصة عالميا. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، سجل الدولار في دمشق 14400 ليرة للبيع و14200 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14500 ليرة للبيع و14300 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 14750 ليرة للبيع و14650 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 14750 ليرة للبيع و14650 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14700 ليرة للبيع و14650 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14600 ليرة للبيع و14550 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15896 ليرة للبيع و15671 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10868 ليرة للبيع و10709 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18338 ليرة للبيع و18474 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 488 ليرة للبيع و479 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3846 ليرة للبيع و3789 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 46849 ليرة للبيع و46173 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3922 ليرة للبيع و3864 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3956 ليرة للبيع و3898 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 20326 ليرة للبيع و20036 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 11007 ليرة للبيع و10854 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 465 ليرة للبيع و457 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الاثنين، سجل جرام الذهب عيار 24 954 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 877 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 838 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 718 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2062 دولار فاصل 94 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6 مليون و592 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 464 دولار فاصل 27 سنت، وسجلت أونصة الفضة 337867 ليرة سورية اللي بتساوي 23 دولار فاصل 79 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10863 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان، اللي يسجل مستويات
89,500 ليرة للبيع و 89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني ودعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.